ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور التي سنقوم بعملها ودراستها خلال الحصة من هذا الأسبوع. بداية أريد أن أنوه أن هذا المساق اللغة العربية الذي سندرسه ستكون حصة واحدة خلال الأسبوع. نستطيع من خلال هذه الوحدة أن نغطي مهارات اللغة العربية. دعونا نبدأ. ستكون حصتنا عزيزي الطالب هي كسر الجمود. نتواصل فيما بيننا بقصد التعرف، أيضاً نتعرف إلى القوانين الصفية. سنتطرق في هذه الحصة أيضاً إلى المخطط الذي سنقوم به خلال هذه السنة، وخصوصاً الفصل الدراسي الأول. مفردات سترد معنا في هذه الحصة: خطة الفصل، التواصل، كسر الجمود، قوانين الصف، سياسات المدرسة. سنناقشها سوية ونتعرف إليها. سنقوم أيضاً ببعض الأنشطة المسلية، من بينها هذا النشاط الذي يظهر أمامك، حيث سنقوم بإدارة هذه العجلة واختيار الطالب. هذا الطالب عليه أن يجيب الجواب للسؤال الذي سيأتي إليه. الأسئلة كثيرة، مثلاً برنامجك التلفزيوني المفضل، اختر وجهة عطلة واحدة، أين ولماذا، ما سبب وجودك اليوم في هذا اللقاء، والأسئلة الكثيرة، ما أكثر شيء يزعجك، الأشياء التي تحبها، مقولة تصفك، أشياء ربما نستطيع من خلالها أن نتعرف إلى بعضنا البعض. أيضاً سأعرض عليكم بعض الألغاز الصعبة التي من شأنها أن تدرب الدماغ وتنشط أدمغتنا سوية. عندما كان عمري 3 سنوات، أخي كان أكبر مني مرتين. الآن أنا عمري 20، كم أصبح عمر أخي؟ سنفكر سوية في هذه الألغاز بشأن التسلية المفيدة. بعد ذلك وكالعادة، أنت تعرف عزيزي الطالب أننا في كل لقاء وكل عمل نعمل علينا أن نقيم ذاتنا وأن نراجع ما تعلمناه. وهنا في هذا البند سنتعرف هل وصلنا إلى الأهداف المنشودة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة. هل تشعر أنك استطعت تكوين صداقات جديدة من صفك؟ ما هي المهارات الجديدة التي اكتسبتها اليوم؟ كيف تشعر حيال القوانين الصفية؟ هل تشعر أنها قابلة للتطبيق؟ عليك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة وتراجعني وتناقشني إذا احتاج الأمر أن نتبادل الآراء سوية. وبالطبع سنتطرق إلى أمر مهم جداً في كل عمل نقوم به في حياتنا: التخطيط. التخطيط السنوي، التخطيط الفصلي، التخطيط الأسبوعي، التخطيط اليومي. هل تعلم عزيزي الطالب أن قبل أن أقف أمامك في الحصة الأولى من الفصل أكون قد خططت لكل ذلك؟ وقبل حصتي أقسم الحصة إلى دقائق. عليك أن تحذو هذا الحذو وأن تتحلى بهذه الصفة، فالتخطيط من شأنه أن يوفر عليك الكثير من، اسمح لي، الفوضى أو ضياع الوقت أو ما إلى ذلك. عليك أن تخطط لهدفك، عليك أن تخطط للأمر الذي تريد معالجته، وتعرف نقاط ضعفك أين تكون. هذا هو عرض سريع
ومبسط لما سنقوم به خلال هذه الحصة الأسبوعية. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.